الكرام والانتقال إلى حديث آخر، وننتقل إلى المنطقة الشرقية وحديثنا عن حالة إنسانية، ولعل أسوأ حالة يكون عليها المجتمع بشكل عام بجميع طبقاته هو عندما يدخل الطلاق إلى حياة الأسرة، ويشهد على ذلك ضياع الأبناء وأثره على المرأة وأبنائها في ظل غياب الترابط الأسري والبحث عن أفضل دواء يخفف الآلام الأبناء وتوفير المكان والبيئة ليعيشوا فيها بدون مشاكل وراحة بال. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من استديوهاتنا من الدمام الدكتور زهير بن حسين بن خشيم، وهو المختص في هذا الجانب. سعد صباحك دكتور. صباح النور، أهلا بك. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. طيب دكتور، قبل الحديث حول هذا الموضوع، احنا في مقطع فيديو بس نبغى نشاهده ونبغى نبدأ إن شاء الله في موضوعنا. تفضل. ولا خليتني اتفاجئ ببركة طلاقي عند بيت اهلي. انت ما تحبيني يما؟ لا تقولي لا. انت لو تحبيني كان ما رفضت انك ترجعي لابوي. ليه يما؟ ليه تحرموني منكم؟ بس يا بنتي، بس يا حبيبتي. سلطانة يا ماما، انت ما تدري عن شيء. الأطفال بعد الطلاق مصيرهم إلى أين؟ يبا وش فيك؟ تعال يا حبيبتي. دكتور زهير، وين مصير الأطفال بعد الطلاق؟ مصيرهم هم الضحية. هم ضحية اثنين كان عندهم عدم التوافق صعب جدا. هي أساس الطلاق لو جينا أخذناه، هم الاثنين هذولا ما عندهم عدم توافق، عدم توافق في الآراء، عدم توافق في البيت، عدم توافق في التربية، عدم توافق. كل واحد تلاقيهم في واري وهو في واري، هنا أدى إلى أسباب الطلاق. بعد كده وجد عندنا الضحية وهو الأطفال، هم الضحية. صحيح، هم الضحية اللي تحمل يمكن هم هذه العلاقة اللي فشلت وبالتالي أثرت عليهم. هنا لو قلنا في أبناء للطلاق ممكن يكونوا في مرحلة عمرية صغيرة، في منهم بيكونوا أكبر شوية، هل العمر له تأثير بكم الحالة النفسية اللي ممكن يمر فيها هذا الابن بعد طلاق الوالدين؟ بالتأكيد، هو في تقدر تقولي كده. يعني تخيلنا أنكم أحيانا بيحصل طلاق والطفل عمره سنة، من سنة إلى 3 سنوات، ما بيشعر بحاجة، ما بيحس بحاجة، ما هو داري عن حاجة. بس بعد كده لو أخذنا من 4 إلى 10 سنوات حتلاقي الطفل هنا الشخصية بتتكون عنده، فهنا بيحس بيشعر، عاش المعاناة كلها، شاف الوالدين هم بيتضاربوا بيتخانقوا بيتشاجروا، شايف يمكن شاف مثلا زي ما بيقولوا عنف جسدي، بيحس الآلام هذه كلها، نشأ على خلاف على كده. بعد كده بتلاقي انت في بينهم مين، كل واحد من الوالدين بيتقرب الى الطفل، تعال عيش معايا، لا عيش مع امي، لا عيش مع ابوك. بعد كده في سن من 14 لفوق بيبدا يميز، بيبدا يكون واعي، فبيختلف الوضع هنا. نعم دكتور زهير، يعني احنا نسمع دائما تبغين تثبتين زوجك او تبغين تنتهي المشاكل جيبي طفل علشان تنتهي المشاكل، ومع الاسف انه جيبه الطفل راح تسبب ازمه بعد ذلك اذا ما كان في توافق. غلط كبير يا استاذ فيصل، غلط كبير. انا مر علي واحده بتقول لي انا من اول يوم عرفت انه هذا ما ينفع جوز، وخلفت منه 5 أولاد. طيب ليش تتوهق؟ طيب اذا انها ما تدري، اذا تدري انها ما ينفع زوج وخلفت منه 5 أولاد، بتقول لي ما ينفع زوج وخلفت منه 5 أولاد. تخيل لو كان ينفع جوز كم خلفت منه؟ ممكن 20. هذا الكلام شايف. فهي في البداية عدم التوافق يا أستاذ، عشان كده أنا دائما بطالب إنه الفترة الخطوبة، فترة الملكة وكتب الكتاب تكون كبيرة طويلة، عشان يعرفوا بعض ويعرفوا آراء بعض وأفكار بعض. صحيح، هذه مهمة جدا. بالفعل هنا يمكن في حالات ممكن تكتشف من اليوم الأول إنه هو ما ينفع لها كزوج، وفي حالات بعد سنين من الزواج ممكن يتم الطلاق وبالتالي أيضا يعني يكتشف انه ما في امكانيه لاستمرار الحياه. هنا بعد أستاذة. نعم جميل استاذ، هي الفكره وما كلها بعد كده صار جوزي وابو عيالي كده، اختلفت السلوكيات، تختلف بني ادم متغير زي ما انت عارفه. هي بتبغى تغير فيه، عشان تبغى تغير في شخصيته، وهذا الكلام غلط. ليش ما تحتويه؟
نعم. ليش ما يكون في حوار هنا يمكن دكتور زهير احنا بنفتقره كده. نعم اسمح لي هنا دكتور زهير، يمكن بالنسبه للابناء اللي شهدوا حاله علاقه مستقره بين الوالدين مده طويله من الزمن وفجاه شافوا انه هذه العلاقه انكسرت او خلاص انفصلوا الوالدين، هنا ما يكون التاثير اكبر من لما كانوا يعني من البدايه هم شايفين العلاقه متازمه؟ بانه هنا بيفقد الامان استاذه، بيفقد الامان. صحيح. الوالدين بالنسبه للاطفال الامام صمام الامان هو هنا بيفقده، عشان كده بيضيع. انت بتلاقي الطفل شوفي تعالي ادرسي حاله الطفل اللي مفصولين ابويه، بتلاقيه انسان عدواني، انسان منعزل، انسان انطوائي. صحيح. كاره المجتمع. صحيح صحيح صحيح، يقول لك المجتمع سوى فيه، كاره ابوه وامه كمان حبتلاقيه انه صحيح. ليش انفصلتوا انتم؟ صحيح دكتور. انا ايش ذنبي دكتور؟ يعني هل يختلف عمر الابناء عند الطلاق من حيث التاثير على شخصياتهم؟ بالتأكيد بيختلف. إذا كان طفل صغير مداري عن شيء رضيع يعني ما حيدري عن حاجة، إذا كان بعد كده من 3 إلى 10 بيتكون الشخصية، فهنا بيبدأ يحس، وكل ما زادت الخلافات كل ما هو تلاقيه بشخصيته طيب من أقل تأثير دكتور؟ ممكن الطفل الرضيع أقل تأثير؟ الطفل الرضيع إلى 3 سنوات ما عنده مشكلة، ما يعني أقل تأثير يعتبر جاهل، يعني ما يفتقد الحنان هنا في هذا الحال؟ يفتقد الحنان، هو حيروح يعيش مع مين؟ مع امه ولا على ابوه؟ بعدين صح. زي ما بيقولوا في الامثال، الام اللي ربت ولا اللي ولدت. صحيح نعم. صحيح نعم. طيب دكتور هنا يعني لو قلنا بنوجه يمكن بعض الرسائل للعوائل اللي عندها اطفال، وفي سيدات يمكن ذكرت حاله فعلا تعتبر من الخطا الشائع واللي موجود في مجتمعنا انها تكون عارفه الزوج ما يناسب وما هذا تجيب اطفال، لو كان في طفل في العائله كم نسبه الحسابات المفروض تكون قبل ما يوقع هذا الطلاق؟ أنا ما فهمت سؤالك بالضبط. رسائل الأسر يعني إذا زوجين بينهم مشاكل وفي أطفال كم يعني لأي درجة ممكن يكون في حرص قبل لا يصير هذا الطلاق؟ يعني كلمة الطلاق قبل لا توقع بينهم المفروض لأي درجة يكونوا هم حريصين على المحاولات والنصح و والله هي إذا كانت حريصة على نفسها إنها ما تتطلق وهو كان حريص على نفسه إنه يبني بيت أسري، الحوار يا أستاذة الحوار، ويدوروا حاجة تكون وفي توافق مع بعض، يعني بيعملوا حاجات مشتركة مع بعض، بيخرجوا مع بعض، بياكلوا مع بعض. انت بتلاقي مثلا الام موظفة والاب موظف، ما بيجتمعوا حتى على الغداء على العشاء مع بعض. صحيح صحيح صحيح. نفس الحكاية الاطفال، يعني نحط وقت الغداء مع خروج الاطفال اذا قدرنا من المدارس، هذه نقطة مهمة، او العشاء، او لازم نجتمع، لازم نعمل حاجة. هي مو حكاية انه الوالد يكون موجود في البيت، حكاية انه ايش فعاليته في البيت، ايش بيعمل في البيت، الحوار مع الزوجة، بيشوف غلط كيف يتحاور معها، كيف يتنازل هو شوية، كيف هي تتنازل شوية، عشان يصير عندهم حاجة مشتركة يقدروا يمشوا البيت. كمان من المهم جدا زي ما انت عارفة تلاقي ناس كثير بيتخانقوا مع بعض قدام الأطفال. صحيح. ايش وضعهم هذول حيكون؟ صحيح دكتور زهير، يعني ممكن أغلب الأسرة الآن ممكن تشاهدنا وتقول الحمد لله احنا في مأمن بما أنه الزوج الزوجة ما تطلقوا، لكن خلينا نتكلم عن الطلاق العاطفي بين الزوج الزوجة واللي يأثر على مستوى الأسرة، يعني كيف راح يكون التأثير أيضا على الأبناء؟ الطلاق العاطفي هو ليش حصل؟ هو فيهم واحد خايف على الأولاد، فيهم واحد خايف على الأولاد، فيقول لك إيش؟ إذا أحسن حاجة بدل ما ننفصل أنا أنسحب. نعم. أروح على جنب. فهنا إيش؟ الزواج كان الاثنين ماشيين بالطريقة هذه، كل واحد في جهة، كل واحد له رأي معين، هنا أنسحب ويمثل ويؤدي الأداء قدام الأولاد إنه ما في حاجة حاصلة. وكيف يتأثروا الأولاد؟ هنا 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 وشطارته انه ما يبين للاولاد انه اي حاجه حاصله. بتاثر الطفل الحنان دكتور؟ الحنان هو بيدي حنانه والام بتدي حنانها، لكن ما في بيناتهم حاجه مشتركه، يعني توافق. عارف نعم. ما في توافق، ما نعم. في حاجه مشتركه، يعني ما في هذه الصوره عن الترابط بين الابوين. هنا دكتور بالنسبه للابناء سواء صغار او كبار اللي تعرضوا لحاله طلاق الوالدين، التاثير النفسي كيف ممكن ان نتعامل معه؟ هل هناك طرق علاجيه معينه؟ هل الطفل هذا ممكن ان نكتشف عنده من خلال بعض الاعراض انه بيعاني من مشكله نفسيه حقيقيه؟ المفروض استاذه، المفروض انه قبل ما يعني لما حصل الطلاق وحيحصل الطلاق الاثنين اذا ممكن يجلسوا يتكلموا مع الاولاد، نحن ما انا قادرين نتوافق مع بعض، نحن حننفصل، يشرحوا له الفكره ويشرحوا له الحاله اللي هم واصلين بيناتهم، ويا ولدي لا تخاف نحن حنكون معك، حنكون نساندك هنا. لكن اذا اتضاربوا الاثنين على الاطفال، مين حياخذ الاطفال ومين حياخذهم؟ ودائما يقول لها انا احرمك من اولادك. صحيح. شايف؟ فاخذ الاولاد والله يعلم كيف عيشهم،
وكيف عاش معهم، وهي بيتكلم عند الام بيقول لها، بيتكلم عند الاولاد بيقول لها امكم عملت، امكم سابت، امكم ما اهتمت فيكم. صحيح. والعكس كمان صحيح، بيحصل الكلام هذا. لكن هو ايش يبغى؟ هو لو فكر ان هو كده بيدمر اولاده عشان ينتقم من الام. طيب يعني وفي الاخير صحيح، وفي الاخير الضحيه الاطفال يعني دكتور. نعم الضحيه الاطفال يعني مع الاسف الأطفال. مع الاسف يعني دكتور يعني احنا لما ننتهي من قضيه، يعني احنا ما خلصنا من قضيه الزوج، الزوج يجونا قضيه الابناء. نعم. وهم اللي ما لهم ذنب يعني في الموضوع. نعم. هذا كله. وخلي بالك استاذ فيصل، الابناء هذول هم المستقبل، هم صح. اللي حيمسكوا محلاتنا لما نتقاعد نحن. صحيح. انت عندك انسان عدواني، اكتئاب، عزول نفسه، شايف بيكره نفسه وكاره المجتمع. طيب في نقطة مهمة دكتور زهير، يعني تجد في بعض الأحيان مثلا خلاص وقع الطلاق وانتهى الموضوع، لكن تلقى الأم مثلا مهتمة في الأبناء وتربي وتتعب من هذا. إذا ما تزوجت أستاذ فيصل. كيف؟ إذا ما تزوجت الأم كمان. لا خلينا نقول ما تزوجت وربت وتعبت ووصلت إلى مرحلة جاء الأب بعدين لا خلاص أنا باخذ أبنائي، خلاص وصل عمره 15 سنة و 16 وياخذ الابناء ويلا وربي من جديد، واحتمال اصلا تسوء التربيه من تالي، يعني كيف اثرها يخربهم النفسي؟ نعم. أيوة. نعم نعم ممكن الاثر النفسي يا دكتور. الاثر النفسي زي ما قلت لك، هو يعني انت عارف هو الولد صار هنا مشتت، يعني انا اسمع كلام امي ولا اسمع كلام ابويا؟ هذه اول واحده. صحيح. ما في حاجه يعني واحد، يعني المفروض اللي يكون اللي بيربي واحد واللي بيحط التشريع بيشرع واحد واللي بيحط النظام. صحيح. واحد في البيت. صحيح. مو الاثنين، يعني الاثنين ما يكسروا كلام بعض، لازم يكون زي ما قلت لك يكونوا متفقين على طريقة التربية كيف يربوا. فعلا وهذه مرة ضرورية في العائلة. نعم. أن يكون في يعني قرار واحد دائما حتى في كل الحالات، حتى الأمور البسيطة في داخل العائلة. هنا دكتور يعني تفضل دكتور. زي ما أنت عارفة كده إيش بنعملها كثير، واحد يشد واحد يرخي. صحيح صحيح صحيح. هنا دكتور يعني لو قلنا عن هؤلاء الأبناء في المستقبل، هل في احتمالية يكونوا هم كمان يتعرضوا لحالات الطلاق من جراء التاريخ اللي هم عانوا منه من طلاق والديهم؟ أما زي ما أنت عارف يا أستاذة أنه السلوكيات تورث. صحيح. وزي ما هو ورث عن أبوه، يعني قلد، حيقلد أبوه حيقلد أمه إلا إذا كان هو واعي، شايف قال لك لا أبويا كان غلط أنا أتفادى الغلط هذا. صحيح. هنا الشطارة حتيجي، الولد واعي هذا يعني. نعم. انا ما حعيد غلطه ابويا، ما حعيد غلطه امي. وفي ناس بتقول لك شباب انا بشوفهم الايام هذه يقول لك انا لا يمكن اتزوج. طيب دكتور احنا الان خلينا نقول والله الاب، وانت ذكرت قبل قليل نقطه مهمه انه خليهم يتفاهمون الزوج والزوجه حتى لو بعد الطلاق، يعني انه نعم. كيف الابناء؟ طيب الزوج والزوجه كل واحد ركب راسه وما يبغى يتفاهم مع الثاني. نبغى طيب دور الاسره، دور المجتمع. زي ما انت عارف تيجي عند البنت الام ولا ابوها يقول لك بنتي راكبه راسي، تيجي عند الولد يقول لك والله ولدي راكبه راسه، هم غلطوا عليه، هم سووا فيه كده، هم كده، هم كده، شايف بتضيع، صدقني ضايع. نعم نعم. ايضا دكتور هناك يعني بعض الرجال ممكن يلجا الى حلول قبل وقوع الطلاق ب يعني زواج من زوجه اخرى حفاظا على ان لا يتم الطلاق، وبالتالي الابناء ممكن يتعرضوا لمثل هذا الوضع، هنا ما راح يكون في تاثير اكبر عليهم ولا لا؟ بالتاكيد الطلاق. في مرت اب اللي بنسميها مرت الاب، لكن هو ليش ما قبل كده انه شاف انه ما فيش توافق، ما راح لاستشاري قال له تعال حل لنا الحكايه هذه، فهمنا. ما هي موجوده عندنا يا دكتور. علمها دكتور زهير، يمكن ما هي موجوده عندنا للان، موجوده ولكن بنسبه بسيطه جدا، انه ممكن اذا حدثت مشاكل يعني اول الناس اللي ممكن نستشيرهم هم العائله، وبعضهم قد لا يكون خبير في مجال حل المشاكل الاسريه، اما موضوع الاستشاري لازلنا للان في عندنا نقص كبير في فهم مهمه الاستشاري الاسري. كلامك مظبوط صحيح، ممكن في نقص كبير، بس كمان لا تنسى الان دخل في بيتنا الانترنت، يعني ممكن انا عن طريق الانترنت ادور ابحث كيف اتعامل مع الشخص اللي معايا هذه، هي المشكله هنا. خلي بالك كيف اتعامل مع الشخص هذا، كيف احتويه. صحيح. كيف اخش له من نقاط ضعف، وانا كيف 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 اغير من سلوكياته عن طريق الاحتواء، عن طريق التفاهم، عن طريق كمان احيانا بنتنازل. نعم دكتور، يعني الزواج المبكر وعدم تحمل المسؤوليه ممكن يعرض الطلاق، ويعرض مثلا لوجود ابناء وعدم تحمل المسؤوليه بعد الطلاق ووجود هؤلاء الابناء. والله يا استاذي فيصل انا ضد الزواج المبكر، لانه الاثنين ما نضجوا. صحيح. ولا عند وش مستوى التعليم، بس بعضهم يعني يقول لك اذا تبغى تعقله زوجه. لا 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 انت هنا بتخربه، انت هنا بتخربه، خصوصا اذا كان ما هو متعلم يعني على مستوى ثانوي او كذا. يعني انا لو بدي ازوج ولدي او بنتي بدي ازوجهم بعد الجامعه، انه عندها علم، عندها سلاح، يعني
عندها علم جامعي زي ما بيقولوا ويكون نضج. نعم. وبعد كده نقول الله يستر. نعم. طيب بقى دكتور، هل يصلح معاهم لزوجين اي حاله من حالات التنويم الايحائي او العلاجات اللي ممكن تستخدم؟ بالتاكيد استاذه بالتاكيد. انت بتتكلم هنا عن الضغوط النفسيه اللي بتحصل. نعم. الزواج ضغط نفسي، بيصير في ضغوط نفسيه لانه نفسيتين، افكار متعدده، اراء مختلفه، فانت هنا تبغي تتخلصي من الضغوط النفسيه هذه، التنويم والاسترخاء بيفيد فيها كثير. طيب دكتور، احنا قبل ان ننهي هذه الفقره، وما شاء الله على كلامك يعني حديثك ذو شجن، خلينا اذا الان في شخصين والله يستر يعني هم على وشك ممكن طلاق الان، يعني ايش النصائح اللي توجهها لهم الان قبل وقوع هذا الطلاق؟ والله لازم يكون عندنا هدف. اول شيء في بذره حب ولا ما في بذره حب؟ احنا نسينا الحب هنا تماما تماما. صحيح. اذا كان في بذره حب، تعالوا خلينا نرجع للحب هذا وننمي الحب هذا من جديد، شايف؟ ونرجع زي ما نقول ايش؟ نساوي صلح او هدنه، شايف؟ نفرق بيناتهم فتره مثلا شهر شهرين ثلاثه. صحيح. عشان كل واحد يعيد حساباته، وبعد كده نرجع نجمعهم مع بعض ونشوف اختلافات وجهات النظر ايش هي، ونقرب وجهات النظر، هي تتنازل شويه، هي يتنازل شويه، ونخش في فتره تجريبيه. صحيح. مره اخرى. نعم جميل. هل يمكن ذكرت نقطة مرة مهمة واللي هي الإجازة الزوجية، للبعض ممكن يكون ضد الموضوع، البعض يوافق، البعض ممكن يشوفها فرصة لتجديد الحياة، وبعضهم يقولوا لا تتقطع العلاقات وتصير أبعد في جفاء أكثر. أنت عارفة لو كل شهر غابت يعني افترقوا يوم بيكون جميل جدا. ممتاز. نعم. كل شهر يوم يعني ممكن نسويها. نعم. قاعدة في حياتنا. إيه كل شهر يوم يبتعدوا عن بعض كده وعشان يحسوا بقيمة بعض. بس لا يلقاها فرصة الزوج يا دكتور. هذه مشكلة على الثانية، هذه مشكلة تانية. هو يوم ما في أكثر من يوم. يعطيك العافية دكتور زهير خشيب على هذه المعلومات، متخصص بالتأكيد في أيضا التنويم الإيحائي، فشكرا لك وإن شاء الله نلقاك في حلقات قادمة وإن شاء الله مواضيع مميزة بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا لك. إذا مشاهدينا بعد هذا الموضوع المهم، طبعا لابد من نكون في يعني أكيد وعي من قبل الزوجين علشان تستمر هذه الحياة بإذن الله بالتأكيد. وفيها الأمان والاستقرار لأبنائنا. بالتأكيد. يعني إحنا نقول ومن منطلق برنامج صباح السعودية أنه يجب أن تكون هناك حياة زوجية سعيدة قبل الأبناء، نبغى حياة زوجية سعيدة قبل وجود الأبناء، وإذا وجدوا الأبناء هم من سيزرعوا الحب في هذا المنزل وفي هذا البيت وفي هذه الغرفة، وبعد ذلك لا نفكر بالطلاق، لأنه إذا فكرنا في الطلاق فسنهدم أسرة كاملة، حتى بالأبناء راح يعني يتعرضون لهذا الهدم، والهدم لن يكون على مستوى قريب بل على مستوى بعيد جدا، وراح تؤثر على أشياء كثيرة. فاصل قنائي ثم نعود إليكم فابقوا معنا.